الصعيدات المستمرة لن تقوم بتحقيق الأمان. يجب أن نكون دائماً مستعدين لإيجاد الطريق الأفضل لحياة الفلسطينيين في هذه الحرب. منذ أن بدأت هذه الأزمات، نحن وجدنا استهداف الضحايا من البشر والأذرع البشرية، وأيضا قام ذلك بإيجاد التصعيدات وأيضا توسيع التصعيدات عوضا عن خفضها. وإسرائيل هي قامت بتجاهل القوانين الدولية. أصحاب السعادة، لا يمكننا تجاهل هذه الدائرة، دائرة الموت المستمرة، ويجب أن نجد أيضا المستقبل الذي سوف يكون للفلسطينيين وإيجاد السلام. ليس هناك الحلول التي يمكن أن تكون إلا حل الدولتين، وأيضا إيجاد الحقوق للكرامة والعزة للفلسطينيين. نحن ملتزمون بإنهاء هذا الموقف الكارثي، وسوف نستمر بتعاونكم وتعاون جميع المنظمات الدولية. شكرا جزيلا لك صاحب السمو.